أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الخبر العاجل. أقلعت قبل قليل من القاعدة القلبية أسراب من طائرات الحب العيدية معلنة بداية عاصفة التهاني، وستقوم بقصف مخازن الأشواق في جبال المحبة، كما أنها تستهدف دك معاقر البغض والحقد والكراهية والقضايا عليها تماما. عيدكم سعيد ونصركم مجيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.